مرحبا، معكم أخوكم فارس بن راشد بن سلمى الحجري. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، مكان جميل في مدينة بلاكسبرغ. نتحدث عن الاستجابة السريعة للحالات العاجلة من خلال الوسائل الأساليب الصحية والعلاجية لطريقة تناول ماء ساخن. عندما يكون الإنسان تكون مصاب بصداع شديد أو مصاب بحمى أو مصاب بألم معين أو ارتفاع مفاجئ للسكر أو ارتفاع ضغط الدم أو الأخر، يتطلب إلى الاستجابة السريعة من خلال الفوائد الصحية العلاجية بالماء الساخن. تكون طبعا وسيلة الاستجابة هي من خلال تناول ما يعادل لترين من الماء الساخن خلال ساعتين، وتجزأ على أربع مراحل، بين مرحلة وأخرى ربع. فمن خلال استخدام أو تناول ما يعادل نص لتر كل نص ساعة، بالتالي خلال نص ساعة تناول نص لتر ماء ساخن، نص ساعة ثانية تناول نص لتر آخر، ثم الثالث ثم الرابع، أي بعد ساعتين يكون أكملت تناول ما يعادل لترين من الماء الساخن، ومن ثم ستجد كيف يستجيب الجسم. طبعا هذه طبعا واحدة من الحالات الضرورية للاستجابة للحالات العاجلة، طبعا كطريقة تناول ماء ساخن للعلاج الداخلي. لكن هناك طبعا طرق أساليب أخرى تتعلق بالعلاج ببخار الماء الساخن، وأسبابها طبعا مفصلة بشكل دقيق، وأيضا الأساليب أخرى كالعلاج بكمادات الماء الساخن وإلى آخره. فقط هذا هو، كان احنا نركز على الاستجابة السريعة من خلال تناول ما يعادل لترين من الماء الساخن خلال ساعتين موزعة كل نص ساعة، نص لتر ماء ساخن. نسأل تعالى لكم الصحة والعافية والعمر المديد، ولكم ولعزائكم، وتتمتعون بصحة وفيرة لجميع جوانبها، أي الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الروحية. بارك الله فيكم، أخوكم فارس راشد بن سالم الحجري. نحن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن من سلطنة عمان، ونسعى وجودنا هنا من أجل مواصلة أهدافنا، من أجل فائدة للجميع، الفائدة للبشرية والإنسانية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.